وكنت عيانه ومن غير عيانه كاين تهميش وكاين مشاكل في هادشي ديال الاعمال، فما كيعيطوش ليا، هادشي علاش غبرت ببساطه. طبعا باقا عايشه مع بنتي وباقي عندي مشكل في الدار، باقي ما عنديش باش انا ما بغاش نفرج، باغا نفرج عبيد نعس فيه. الحمد لله يمكن فهاد رمضان غادا نفرج داك البيت وغنمشي نسكن فيه، لان صحيا مع عندي مرض الضيقه كنعاني كنعاني فعلا كنعاني. ومن اللي كنتكلم انا كنتكلمش على نفسي، كاين واحد العدد بحالي من هذا المنبر. الله يرحم خويا ابو غابه، تسمعت سمعتها دابا قبيله يلاه سمعتها، والله يرحمنا حتى حنا معاه. لا ما كاينش الا النصيري فاش عطاني الشقه، ما كاينش. مؤخرا سمعت كاينه شي جهه ما عرفتهاش كتعطي هذا التقاعد لبعض الفنانات اللي من جيلي، ما عرفتش انا هذه الجهه. من حقنا كنا ناخذوا هذاك التقاعد. علاش انا بالضبط؟ حيت صريحه، حيت كنقول الحق، راه فعلا غنبقى نقول الحق حتى نموت، لان باغي نعاودش ندير سلوى اخرى ولا ما غنديرش حياه اخرى. صافي بركه، غنبقى نقول الحق حتى نموت، ولا باقي غيقطعوا عليا الروح غيقطعوه، لان المسؤولين هما سبب هذا الشيء كله. لا اكيد الحمد لله والشكر لله، اللي عنده باب واحد الله يسدو عليه. انا هذا العام مشاركه مع السيد الناصري في السلسله ديالو، عندي شي حلقات طبعا ماشي من الاول حتى الاخر، ولكن المهم كاين حضور ديالي في سلسله جديده عنده غدا في شاده. عندي واحد الدور مفاجاه، وهذا الدور اللي عندي مع الناصري جديد بالنسبه ليا، اكتشاف الناصري هو اللي اكتشف هاد الشخصيه الجديده اللي عندي. اللي غنقول للجمهور، اولا كنشكر جمهوري اللي تابعني من البدايه لما كنت في عقر المعاناه، واللي خط عليا جمهوري خصوصا الجمهور ديال الفيسبوك، تابع معايا معاناتي وباقي كيتابع معايا المعاناه ديالي. رمضان مبارك سعيد، رمضان يدخل عليكم بالصحه وبالرزق وباش ما تمنيتم.